البوابة التاسعة، رفعت الراية البيضاء، فتحت البوابات في رابع أشواط الحفل 26. خيل المستورد انطلقت في شوط سريع من علامة 1400 متر، وكريسبن المرشح الثاني يتصدر السباق. ابن فوت ستيبس ان ذا ساند مع محمد الحبيب ينطلق بسرعة يحاول الابتعاد بهذا الشوط، فيما نشاهد أرين هيرت يحاول اللحاق مع محمد شريمة إلى ثاني المراكز والمركز الثالث. محاولات للتحرك نشاهدها في ثالث المراكز من قبل إليزونا على ما يبدو تحاول مع عيسى القيضي، فيما نشاهد كذلك ريمبو في الظهور الأول لها في الميدان السعودي الأصغر سنا في هذا الشوط. في رابع المراكز تحاول التمركز في منتصف الجياد، فيما نشاهد سويت ساوندوس إلى خامس المراكز بدأت بالتحرك من الخارج، ولا زالت الانطلاقة مع كريسبن المرشح الثاني للفوز بهذا الشوط، ينطلق بقوة متكيف مع السباق. إليزونا إلى ثاني المراكز، المركز الثالث لأرين هيرت. الأمتار الأخيرة من عمر هذا الشوط، هل سيواصل كريسبن في الظهور الثاني له هذا الموسم؟ يحاول الابتعاد بهذا الشوط مع محمد الحبيب. إليزونا قادمة كذلك هي الأخرى تحاول اللحاق. كريسبن يوسع الفارق، يبتعد بهذا الشوط. ما شاء الله تبارك الله، كريسبن في طريقه إلى الفوز الثالث في سجله السباقي. كريسبن يضيف الفوز الثالث في سجله السباقي. سلام إلى المركز الثاني، إليزونا إلى المركز الثالث. ننتظر النتيجة المبدئية من قبل لجنة السباق والتحكيم، إلا أن بطل هذا الشوط كريسبن ما شاء الله.